السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير. النهارده انا جالي رام مميزه جدا، دي دي ار 5 من تيم جروب. الرام دي تردد 6400، الرقم ده تقريبا اعلى رام مسكتها في ايدي. فعشان استهلك الرام دي انت تفكيرك من تفكيري، انت محتاج تجميعه خزعبليه. احنا قررنا نسيب التجميعات الهاي اند وما نعملهاش هاي اند، احنا قررنا نسيب اللو اند والميد رينج كمان وهنعملها تجميعه ايجنت، تجميعه ب 100000 جنيه ده بجد من غير جمارك حتى. بس يعني حصل لي حوار كده عشان خربشت بورده، فانا قررت ان انا استعين بمستر ربيع ان هو يجمع لنا كيسة. مستر ربيع اتفضل. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. سلام جميل. استلم تمام. ماليش دعوه تمام. ماليش دعوه. عامل ايه يا ربيع؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. قول لي تمام، مش خايف ولا ايه؟ مش انا اللي خايف من التجمعات. اوعى. نبتديها تلقيح. يعني خدها زي ما تاخدها بقى. يا عم نبتديها زي تلقيح. ماشي يا عم ماشي. عامه التجميعه دي انت عارف فيها ايه صحيح؟ ما تقول لنا. طب فيها ايه؟ فيها فيلوسيتا زد 690، فيها 12900 كي، فيها كارتين شاشه. في ايه؟ 3090 و6900 اكس تي. ده بجد؟ ده ليه؟ انا اصلا هما يعني عشان بس تيم بعت لنا 32 جيجا بس 6400، انا كنت عايزهم 128 يعني. لو كان ينفع مش هنطمع. ما اعرفش انا البلده ب 100000 جنيه ليه 32 جيجا يعني؟ مش 128 بقى. صح، كنا قفلناها 120000 مثلا، 115000 حاجه كده يعني. بس قشطه، 100000 رقم حلو. نبدا بقى. نبدا يا اخويا. وده ال 6900 اكس تي. انا مش فاهم. هفهمك. هتعمل ايه بالكارت في الاول يعني؟ مش فاهم. انت جاي تعمل حوار. ماشي. انت عايز تجمع الكارت. فيها ايه؟ انت اللي مش قادر فاهم؟ اللي مش قادر عايز يقدر. حجم الاوعى الضعيف. ومعانا برضو الـ SSD. اوبا الاسباتيوم. SSD ده انضف واشيك اند 2 شفته في حياتي. مبهر. انت هتركبه الاول ولا البروسيسور؟ لا طبعا، اول حاجة هنركبها هي البروسيسور. 12900 كي. نبدأ بيه على طول. فخم بطريقه يعني مش طبيعيه. اوعى غلط. انا اتخضيت يا اسطى. ما تتخضش يا اسطى. نركب الرامات. طب السؤال بيطرح نفسه بقى، 6400 تردد هي سي ال 40 صح؟ كانت سي ال 40. طيب مع دي دي ار 5 بتاع اللي انا اعرفه اخر حاجه شفتها مع البنش ماركس بتاعتك وكده، ان الدي دي ار 5 التردد 5200 والحاجات دي كانت بتفرق اب تو 20 و25% في ال 1080 ريزولوشن. ده حقيقي. بس كارتش جامد. على فكره نقطه لازم تاخد بالك منها، حوار التردد ده لما تيجي تقارن رامتين ببعض، واحده تردد 5000 وشويه، واحده 3000 وشويه دي دي ار 4، هتيجي تقارنهم ببعض كاف بي اس وكده مش هتلاقي اي فرق خالص. انت مركب مثلا 30 60 ولا 30 50، ابتدي تفرق من امتى مثلا؟ 30 70 تي اي، 30 70 مثلا؟ الكروت الهاي اند ممكن من 30 70 من اول 30 70 تي اي تشوف 10% بقى. بالظبط. تشوف 10 هتشوف، هتشوف فروقات كبيره يعني، انت هتاخد بالك منها جدا. العشرينات وال 25% دي 30 90 بقى. ده 30 80 تي اي يعني محصله بعضها مثلا. انا بصراحه وجهه نظري الشخصيه مع ان المركب 30 90 هنا، بس انا بصراحه بحس ان 30 90 ده ككل يعني حرام في الفلوس. هو يعني انت لو جبت 30 80 تي اي تاخد نفس الاداء بالظبط في كل حاجه ما عدا الفي رام، لان هو رامات 24 جيجا. بس ده بيفرق مع حد بقى بيرندر حاجات كبيره قوي، زي مثلا انت شغال في ديزني وعايز بقى رندر ماشين خزعبليه. بس حتى لو كده انا شايف برضو ان انت تجيب لك 32 80 تي اي بنفس المبلغ بس. فانت يعني ايه ده اللي واقع ده؟ ماشي ده الكتالوج. ماشي. فانت انا في وجهه نظري بصراحه ان انت يعني على انت كنت فين يا اسطى؟ بجد بس مسمار اند 2 معلش. مفيش مصاري. هو اصل المشكله ان المسمار بيجي معاك مع كل اند 2 هاك، فانت على كل اند 2 مسمار. احنا ممكن نبدا نركب في الكيسه بقى. خش على الكيسه. يلا. انت ركبت بروسيسور ورامات واند 2. مفيش حاجه بعد كده. عارف الترانسفير بتاع ده دي الرامات ممكن تكسر دلوقتي 120 130 جيجا بالسكند مثلا. احنا لسه عن بنش مارك بس يعني انت بتتكلم في مقاس. انت افتكر الباص 5000 كان بتجيب كام؟ ب 89000 تقريبا. تقريبا. ايوه 89000 كيلو صح؟ أيوة. سكند. دي ممكن تكسر 100000 من ده اكيد. 6400 100 ميجا بير سكند. خش على الكيسه. يلا بينا نوسع لها مكان بقى. ما اكيد. اتفضل. اعمل ايه؟ ايه يا اسطى؟ لا انا فيه. انا ممنوع من التركيب. انا ممنوع من التركيب. صح. بيضربوني. خليها هنا. الكيسه دي انا بحبها حب واسعه قوي وار جي بي، وادي ار جي بي فوق تحت يمين شمال. بحب اقول لك على فكره ان على قد ما هي غاليه، طبعا غاليه بالنسبه يعني حالتنا يعني، تجيب كيسه بال هي عامله كام؟ 250 مثلا دولار؟ والله مش فاكر، هي كانت من 4 ل 6000 تقريبا. 4 6؟ شوف على الموبايل. شوفها. بس هو النقطه اللي عايز اوصلها للناس بس ان هي الكيسه دي على قد ما هي ب 4 او 5 او 6 ايا كان، انا كنت اتاكد دلوقتي. هي عامه كورسير 5000 تي. هو في منها 5000 اكس وفي منها 7000 اكس وكده وشغال. مقارنه ببقيه الكيسات ب 4000 جنيه معلش، لا هي مدياك بلاوي. ما تجيب لي مسامير البورده. معكش مسامير؟ هي تقريبا الكيسه ب 400 دولار. مسامير بورده؟ مسامير بورده، مسامير انا بكره الحوار ده. ده صح كده؟ جيب لك شبكه كله صح؟ ماشي تمام.
انا كده عرفنا بعمل ايه. دي يعني ده احسن حل المسامير البرده ده. حاسس ان انا بنقي فروز. وانت كنت عايز كام مسمار اصلا؟ 9. 9؟ 9. اه طلعت 9 من ده. هو ده سيلفر بس نفس الشكل يا فرج الله. كام كده؟ مش عارف. عد. كفايه. مناسبه المسامير الربيعيه بما اني يعني اتزليت في 12000 مسمار. امتى نستعمل الدريل وامتى ما نستعملش الدريل واحنا بنركب مسامير؟ يعني انهي مسامير استعمل فيها الدريل واني انهي لا؟ مش احسن حاجه الدريل عشان بياكل الفتحات اللي انت بتربط فيها. عشان كده خربشت البورد. هو انت كنت بتربط ايه بالدريل؟ البورد اللي خربشته. هو اللي ايوه. يا نهار معلش جامد جامد اللي احنا وثقنا الكلام ده. منشن اسماء بقى. بس هو الفكره فعلا والله بجد الدريل انا بالنسبه لي ما بحبش استخدمه كتير عشان الحوار ده بالذات. اوبا ده السايبر كور ال 1300 واط اللي هوبا لالا اكس بي جي ده. طبعا عشان سعادتك هنركب كارتين 3090 و 6900 اكس تي. فانت عندك 350 واط وال 6900 اكس تي كان كام واط؟ كان تقريبا 280 حاجه كده. كان 280 واط. 280 صح. قد البروسيسور ده اللي يضحك. بروسيسور بقى بياخد 280 واط. تعالى نحسبها كده. قول مثلا 280 300 بالاوفر بلوسي عشان نحب الافوار. و 3090 بيتكلم في 370 واط. ادي كده 670 واط. وادي 6900 كتير كمان 280. يعني قول مثلا 6900 ايه يا اسطى بيقول لي ماشي. ده كتالوجات وكده يعني. اه كتالوج. كنت بقول ايه اللي عندك 1000 اه ماشي. 370 280 قول كده 650 وكمان 300 مثلا خلم في 800 900 وبورد 40. تصدق ان 1300 واط يا دوب. انا اول مره اجمع اشوف تجميع مش هجمع اشوف تجميع في حياتي. ال 1300 واط فيها يا دوب. اقول لك على ميزه في بورد ما تعرفهاش. انت جبت بورد عندك في البيت ركبته في كيستك ورحت مش هتلف. ده ليه؟ عشان ما رحت بتلف بعد 750 واط 800 واط. انت جربت زرار البورد ده؟ كان تقيل قوي. ايه الخناقه دي؟ هتلاقيها عشان جوه فيوز مثلا 16 امبير. انا ممكن اعمل لك حركه حلوه. بلية انفع بلية. فكك احلى بلية في التاريخ. شكرا انت كده هنلف نركب الباور سبلاي بقى. ماشي ظهر الكيس مثلا. بيقول لك يا سيدي الام دوت 2 بس ب 360 دولار. الام دوت 2 بس سباتيوم ام 480 واحد طيره 7000 ريت 7000 رايت واشيك سينك في السوق. الرامتين ب 370 دولار. انت عارف ان الرامتين بثمن البورده؟ الرامتين اه زد 690 فيلوستا مذر بورد 370 دولار. والرامتين ب 370 دولار. فين بروس؟ اه ماشي. هو 1900 كده كده 590 دولار كده كده. ال 3090 ب 1500 النهارده بس يعني ممكن تجيبه 30000 ولا حاجه 35000 جنيه مستعمل دلوقتي عشان الكروت وقعت خالص. حب اقول لك ان ال 3080 بتتباع دلوقتي مستعمل ب 19520. 3070 نزل 14 14 اه نزل 14. يعني انا يوم ما بستخدم الدريل شايف؟ اه ليه؟ خلاص هو ايه اللي ليه؟ بيقول لك الباور سبلاي ال 1300 واط 280 دولار ما شاء الله. كارت الشاشه 3090 ب 1500 و 6900 اكس تي 1200 دولار. هيطلع لك لسته دلوقتي قدام وشك فيها كده كل الاسعار وكل حاجه تقريبا. المفروض تعمل لها في حدود 5000 مش عارف احسب. انا حاولت احسب بس انا مش عارف. يعني انت بتتكلم في ال 100000 جنيه لان كده كده الدولار داخل في ال 20 جنيه ولسه ما حطيناش جمارك. آه على حسب التجارب بتاعه ال 4K 3090 مع 12900 كي بتاعت سعادتك. طبعا المفروض الارقام دي هتتغير لما نجرب رامات لان الرامات دي ما اعرفش هتعمل ايه. اوكي. لكن هو ربيع جرب على رامات ثانيه. ويتشر 3 126 فريم، هيتمان 335 فريم، اف 1 22 148 فريم. هي تجميع تجار مخدرات بصراحه. اه قوي. تجميع يعني خراب بيوت. السنة بنش ار 23 سنجل كور 1997 والمالتي كور 27472. اي ثينك ان المفروض الارقام دي تتغير مع الرامات دي مقارنه بالدي دي ار 4. يعني على الاقل مثلا 5-10%. هو اكبر فرق هتاخده من التردد ده فعلا هيبقى الاف بي اس بتاعك في الجيمز على ريزوليشن 1080. و2K هتلاقي فرق برضه. متهيألي من اول ال 4K تلاقي الفرق صغر لان انت الاعتماد على البروسيسور قل. البورده دي عايزه ليكويد نيتروجين كتر ما هي فيها باور فيسز وخناقه. نركب الكولر بقى. صحيح الكولر بتاعنا ايه يا اسطى؟ احب اقول لكم ان انا يعني جمعت الكيسه دي كلها على ورق والقلم يعني بس برنس هو اللي خد قرار الكولر. قررت ايه يا برنس؟ انا قررت الاكس بي جي لافانتي 360. هوبا
اكس بي جي لافانتي 360 بتاع ده جامد. بس هو انت ليه ما تنيمش الكيسه وتركبه برده وهي نايمه؟ فكره ان اركب الكولر وهي نايمه مش بالاهميه دي بالنسبه لي، او مش المريحه بالنسبه لي. طبيعي. نعم. انا مش شايف اي حاجه متعلقه بال 12900 كده. في 5950 اكس وبيقول لك يا سيدي جاي ب 43 درجه حراره على الايدل، هو لما مروحته بتبقى عاديه يعني، والماكسيمم سبيد نزلت ل 59، مش فارقه كتير من 62 59، بس هو عامه حلو قوي على 5950 اكس. اعتقد ان هو لو جربته على 12900 كان هتلاقيه بيلعب مثلا 70 70ات 68 70 طبعا مثلا. 12900 اسخن يعني عامه اكيد. هم دول بقى دول كده يا عم بعد اذنك. لا 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 كده كده بقى مش هنخلص كده تو ماتش كده. هو ايه بيربط الهواء؟ انا بقى بخرم الديتيل. انا اسرع منه. اسالك سؤال بجد يعني، سؤال مهم. بتركب فانا ليه اركب اربع مسامير؟ مركب اتنين واحد بالدايجونال. عشان لو ما سبتوش في الرادياتور مع لفتهم انت هتسمع صوت مزعج قوي. نركب بقى الباك بليت. هو انا حوار الباك بليت ده هيعسفك شويه، فانا ممكن امسكه لك لو حابب. مبسوط قوي انا بجمع. انت ما احتجتنيش خالص. كولر باظ. طيب احنا ممكن بقى ايه نربط الكولر. انت عارف ان الثيرمال بيست عن الثيرمال بيست بيقول لك بيفرق اب تو 8 درجات و10 درجات مخلفه كده. مش عارف هو بيفرق بالارقام الغريبه دي ازاي، بس انا شفتها بنفسي. واحسن ثيرمال بيست اشتغلت بيه هو النوكتشو طبعا. بمناسبه الهيرتز عيب بيقول لك ايه، بس ما تضايقش مني يعني، بيقول لك لو انا خبطتك بتردد عالي قوي ايه اللي يحصل؟ معرفش. الهيرتز. يا اسطى ايه يا اسطى؟ طب انا خلص انا اروح اكل. يعني انت هتقعد تاكل تحت وانا اكمل شغل هنا؟ اتفضل يا اسطى. One hour later. انت نمت ولا ايه؟ ايه يا اسطى كل ده؟ في ايه؟ ايه يا اسطى كل ده؟ ايه يا اسطى كل ده؟ ده انا جمعت وفكيت التجميع وجمعتها تاني. خلاص يا عم. خلاص يا عم. ده ايه الحلاوه دي يا اسطى؟ ايه رايك؟ شويه كبل مجمد عناب. ايه ده؟ الله. ايه رايك؟ لا استنى لازم افرجك. الناس بقى استنى 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 لازم اشوف الكلام ده. بس بس بس, بس. اديني كاميرا اتنين بس بس الحلاوه. فنان. طب يلا يلا يا كروت بقى كروت. تقول لهمش انا ركبت حاجه. هنركب مين فوق مين تحت؟ ده سؤال مهم. لا تخيل ان انا اركب ال 6900 اكس. مين بيسخن اكتر؟ ده هيسخن اكتر. اكتر اكيد. ده هيسخن اكتر. ده نحطه تحت. ساعدني ربيع كده عشان يشوفوه. يلا عايز اتفرجهم على العلبه. العلبه بتاعت الريفرنس بتاعتها بتعجبني قوي. عظيمه. مش عارف تمسكها. تقفيله الريفرنس دي انضف من تقفيله ريفرنس انفيديا على فكره. لو قلنا نركبه فوق ولا تحت؟ كده دخل. بس كده تمام. نوصل الاول. وصل. نوصل ليه مش فاهم انت فاكرني ما اعرفش يعني؟ اتفضل. مش كنت نايم وبتاع وتعبان وعامل لي فيها تعبان. عم شرط. هل يا ترى؟ مش حاسس بقى ان في حاجه غلط؟ يعني. مش كان المفروض نربط الكارت الاول؟ مش هتفرق يعني، ممكن اوصل دوبك اربطه تفرق يعني؟ لا تفرق، انت بتضغط على الكارت فلازم يبقى ثابت. عشان هيكسر البورد يعني وكده؟ ما تحصلش. ما بتحصلش. اه خالص. خالص ياه. عمرها ما حصلت لك. ايوه. خليك كده يعني ريسكت فور ذا بسكت، ما تبقاش ستريكت يعني. خليك كده ريسكت. انا فور ذا يعني انا ماشي. استنى بس فين المسوار اللي هنا؟ استنى بس بس عليه عشان بحبك. لا الشاشه. لا مش بالدريل يا عم البتاع ده. لا فين المسمار بس؟ لا استنى هات مسمار ما فيهوش طنب سكرو عشان نربطه بالدريل يا عم. بس يا عم انا شايف مسمار اهو. لا هو ده حلو. وسع. هات. طيب لا هات بقى. لا هتربط صباعي. يا لهوي على الخلق. ممكن نشدوها نسمع نوسع ده ان انت تعديه. ايوه مظبوط. يا ابني مجمع تجميعتين ثلاثه يعني. تجميعتين ما جمعتش الثالثه. انت كارت الشاشه بس اللي ركبته. هات بس هات هات. ربنا ابدا كده. انت بقى ايه تلعب شادو اوف ذا توم ريدر على شاشه تمام، وتفتح شاشه ثانيه اوتو كاد وترندر. اه خلصانه. ومعاك بروسيسور 16 كور. انت بترمي 8 هنا و8 هنا براحتك. تعرفوا كده تعمل كمان؟ ممكن تعمل في المايه تمام فيرتشوال بوكس مع هايبر في وترمي كارت عليها و8 كور عليها و16 جيجا رام عليها. بس زود رامات يعني خليها 64. اهدى. طيب اهدى. 32 هنا يبقى عندك 2 بي سي. اهدى. على فكره 2 بي سي ب 100,000 جنيه ده برضه تتفشل لما يبقى عندك بقى. 2 بي سي ب 100,000
احسن من بي سي 50 منطقي. بعدين لا بعدين ده ريندر فارم، يعني انت لما تقفش معاك اللي هو انا هستعمل الجهاز كله فاهمني هتستعمله كله. بس ثانيه واحده، انت اصلا ما ينفعش تستعمله كله، انت ما ينفعش تستعمل كارتين على حاجه واحده. يعني انا مستنيك تخلص. اه انا ما سقطت الموضوع ده. هم لو قلتني برضه حتى لو كان انفيديا ما 3000 ما فيهوش اس ال اي. طب بقول لك على حاجه، الموضوع ده انا عايز اقوله لهم بصراحه مهمه. انت عارف ان ال 8 بن الواحد الماكسيمم تي دي بي بتاعه المفروض 150 واط، والبي سي اي نفسه اللي تحت 75 واط. الموضوع ده ريوش قوي، يعني معناه ان انت دلوقتي لو الكارت ده عايز 370 فهو حاليا واخد 150 150 150 75. ده بيخليني اسال السؤال بقى الوجودي، هم ليه حاطين 3؟ ما هم 2 ب 300. لا تصدق ينفع منطقي 2 ب 300 واللي تحت 75 كده 375 بالظبط، وعايز 370 ده هيبقى جايب اخر الكابلات فهيبتدي يسيح. لا يا جماعه في ايه يسيحوا ايه؟ لا لو جبت اخر الكابل ايه اللي يحصل؟ يسيح ولا يسخن بس؟ لا يعني مش لدرجه يسيح، يسخن بس مش 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 هيوفر هيت ويسيح. تعال نجرب هيشتغل افتكر بعد كل ما اشتغلش. انا بخاف من الموضوع ده، الموضوع ده مرعب قوي. انا بجمع بس ما بشغلش. ايه يا اسطى تعالى بس تعالى، ما هو لو ما قامش هجيبك تاني. لا تعالى نقفله بس تعالى. ايه ده؟ ايوه كده. في ايه كده؟ باور اون، فيوز اون، اتفضل. بوم الا قامت. بقول لك ايه، تعال اتفرج حاجه ب 100000 جنيه خالص. فنان فنان. لا بس الله ينور. الله يخليك. الله ينور. الله ينور. بما اننا جمعنا الكيسه الخزعبليه دي، اعتقد ان احنا ممكن نعمل بقى حلقه فيها. يعني ما نفكش الكيسه، سيب الكيسه في حلقه. اه اكيد انا مش هعمل مش خالص ولا هجمع ولا هفك. اه يا صح. طيب احنا ممكن نعمل حلقه ثانيه نتست فيها الرامات 6400. تتست فيها الرامات؟ اتست فيها. ماشي حاضر. هتست فيها الرامات 6400. هو قال اهو هتست بعد العيد ان شاء الله. هتست لو طلعت في الحلقه ما تتفرجوش. المهم يعني ايه، هنجرب 6400 فيرسز الدي دي ار 4. حاجات ارقامها اوريدي كده كده ربيع كان مطلعها مع 12900 كي. بس انا في وجهه نظري الشخصيه الرامه دي هو فعلا عشان تستفيد بيها فانت محتاج تجيب اخر حاجه في كل حاجه. يعني كل ما هتطلع اكتر كل ما هتجيب اسعار. فاهمك حاجه، دلوقتي الرامه دي ب 370 دولار تمام، هو رقم كبير. فانت عشان تنفست الرقم ده في حاجه غير كارت شاشه او بروسيسور فانت اكيد جبت اخر كارت شاشه واخر بروسيسور، او على الاقل قبل الاخر. ما فكك من الاخر قوي دي. يعني ممكن تعدي 12700 كي على 3080 او 3080 تي اي في المرحله دي عشان تطلع في الاف بي اس. هتروح بقى تجيب رامات دي ار 5 هتعمل ايه فاهمني؟ مفيش بعد كده في الابجريد. بس ما تعملش كده في ميد رينج ولو اند. لا طبعا ما لهاش لازمه. فلوس تروح في بروسيسور احسن بالزبط. تروح في كارت شاشه احسن، تروح في حاجه اقوى يعني بالظبط. بس نشوفكم الحلقه الجايه بقى ايه واحنا عارفين الرامه دي بتفرق في ايه. بص الجمال. الله واه واه واه. وكان معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير، ومحمد ربيع من عرب هاردوير برضو. لا اكيد يعني ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. سلام.